نتبادلوا مع أخوانا الليبيين الفنيين والمزارعين مجال البحوث التطبيقية ونتائجها، كيف يعني يمكن هما يطوروا المنظومة هذه في البلد الشقيقة ليبيا. نحب ان ننقل هذه التقنيات وهذه التجارب، لان في تقارب كبير بين البلدين، تقارب في البيئه، تقارب في حتى في التقنيات المستعمله في الزراعه. نحن في الجنوب الليبي مثلا عندنا خلفية عن زراعة عضوية، ونحن هنا جينا نتدرب فيها ونتعلم فيها بأصول علمية. الدراسة الميدانية على الأرض أفضل من الدراسة النظرية. طبعا احنا بعد كنا نديروا فيها في ليبيا ما كانش بقيم، تعلمت من الكومبوست طريقة تحضير بقيم معينة، هنا تعلمت القيم والنسبة وكل شيء بالتمام إن شاء الله.